بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول البابا أثناسيوس الرسولي: هناك لاهوت واحد في ثالوث، وهناك مجد واحد للثالوث القدوس. ويتكلم عن الشركة الكاملة بين أقانيم الثالوث القدوس، فيقول: الثالوث القدوس المبارك هو غير منقسم، وهو متحد في ذاته. حيثما يذكر الآب يذكر ضمنا كلمته والروح القدس الذي هو في الابن، وإذا ذكر الابن فإن الآب في الابن والروح القدس ليس خارج الكلمة، لأن من الآب نعمة واحدة تتم بالابن في الروح القدس، وهناك لاهوت واحد، ويوجد إله واحد على الكل وبالكل وفي الكل. ويقول البابا أثناسيوس الرسولي أيضا: لنتأمل في تقليد الكنيسة الجامعة وتعاليمها وإيمانها منذ البدء التي أعطاها الرب وكرز بها الرسل وحفظها الآباء. على هذه تأسست الكنيسة، ومن يسقط منها لا يعتبر مسيحيا. إن هناك ثالوثا مقدسا وكاملا ومعترفا به، أنه الله الآب والابن والروح القدس، ولا يتكون من خالق ومخلوق، ولكن الكل يبني ويخلق، وهو مساو وغير منقسم في الطبيعة، وفعله واحد. فالآب بالكلمة في الروح القدس يعمل كل الأشياء، وهكذا تحفظ وحدة الثالوث القدوس سالمة، وهكذا يكرز بإله واحد في الكنيسة الذي على الكل وبالكل وفي الكل. على الكل كأب وكبدء وكينبوع، وبالكل أي بالكلمة، وفي الكل أي في الروح القدس. هو ثالوث ليس فقط بالاسم وصيغة الكلام، بل بالحق والوجود الفعلي، لأنه كما أن الآب هو الكائن الذي يكون، هكذا أيضا الكلمة هو الكائن والإله على الكل. والروح القدس ليس بدون وجود حقيقي، بل هو يوجد وله كيان فعلي، وليس بأقل من هؤلاء الثلاثة تعتقد الكنيسة الجامعة. ويقول أيضا: إيمان المسيحيين يعرف الثالوث المبارك على أنه غير قابل للتغير، وأنه كامل، وأنه أزلي هكذا وعلى الدوام. إله واحد هو الآب، كائن بذاته إذ هو فوق الكل، وظاهر في الابن حيث أنه يتخلل كل الأشياء بواسطته،
وظاهر في الروح، حيث أنه فيه يعمل في كل الأشياء بواسطة الكلمة، لأننا بهذا نعترف أن الله واحد في ثالوث. ويقول البابا أثناسيوس الرسولي أيضا: إذا كان الله ينبوعا ونورا وأبا، فليس من الجائز القول بأن الينبوع جاف أو أن النور بلا شعاع أو أن الله بلا كلمة، لئلا يكون الله غير حكيم وغير عاقل وبلا شعاع. وإذا فحيث أن الآب أزلي، فبالضرورة يكون الابن أيضا أزليا، لأن كل ما نفطنه عن الآب فهو بلا شك في الابن أيضا، لأن الرب نفسه يقول: كل ما للآب فهو لي، وكل ما هو لي هو للآب. فالآب أزلي والابن هو أيضا أزلي، لأن به قد صنعت الدهور. والآب هو الكائن، والابن أيضا هو الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد. فليس من الصواب القول عن الآب: كان هناك زمن لم يكن فيه موجودا، وليس من الصواب القول عن الابن: كان هناك زمن لم يكن فيه موجودا. الآب ضابط الكل، والابن أيضا ضابط الكل، كما يقول يوحنا: هذا ما يقوله الكائن والذي كان والذي يأتي، الضابط الكل. الآب نور، والابن شعاع ونور حقيقي. الآب إله حقيقي، والابن إله حقيقي، لأن يوحنا كتب هكذا، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح: هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. وبوجه عام، ليس هناك شيء مما هو للآب لا يكون للابن، ولذلك فالابن هو في الآب والآب هو في الابن، لأن كل ما هو للآب يكون في الابن، وأيضا كل هذا يعتبر في الآب. وعلى هذا النحو نفهم القول: أنا والآب واحد، لأنه لا توجد أشياء في الآب وأخرى مغايرة في الابن، بل إن كل ما هو في الآب هو في الابن أيضا، وحيث أن ما تراه في الآب تراه في الابن، فإنك تدرك حسنا ذلك القول: من رآني فقد رأى الآب. إذن حين نصلي إلى الابن، فنحن في ذات الوقت نصلي إلى الآب أيضا، وهكذا حين نصلي إلى الروح القدس، فنحن نصلي للآب والابن أيضا، لأن الروح القدس هو روح الآب وروح الابن أيضا. ثم بما أنكم أبناء، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا: يا أبا الآب. ذلك لأنه روح الابن، ليس فقط لأن الابن يعطيه ويرسله، بل لأن الروح هو الذي يحقق حياة المسيح فينا.
يربط البابا أثناسيوس الرسولي بين أقانيم الثالوث ربطا بديعا لكي يبين وحدتها الكاملة، فيقول: الآب يدعى ينبوعا ونورا، لأنه يقول: تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وأيضا يقول في باروخ: لماذا أنت يا إسرائيل في أرض أعدائك قد تركت ينبوع الحكمة؟ وأيضا حسب يوحنا: إلهنا نور. وأما الابن فمن جهة علاقته بالينبوع يدعى نهرا، نهر الله ملآن ماء. ومن جهة علاقته بالنور يدعى إشعاعا، إذ يقول بولس: الذي هو شعاع مجده ورسم جوهره. ومن ثم حيث أن الآب نور والابن هو شعاعه، يمكننا أن نرى في الابن أيضا الروح الذي بواسطته نستنير، كي يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم. ولكن حينما نستنير بالروح فالمسيح هو الذي يكون منيرا إيانا في الروح، لأنه يقول: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. وأيضا حيث أن الآب ينبوع والابن يسمى نهرا، لذلك يقال عنا إننا نشرب الروح، لأنه مكتوب: جميعنا سقينا روحا واحدا. ولكن حينما نشرب الروح فإننا نشرب المسيح، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. وأيضا لأن المسيح ابن حقيقي، فإننا عندما نأخذ الروح نصير أبناء، لأن الكتاب يقول: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. وإن كنا بالروح نصير أبناء، فواضح أننا في المسيح ندعى أولاد الله، لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. وأيضا كما أن الآب هو الحكيم الوحيد كما قال الرسول بولس، فإن الابن هو حكمته. المسيح قوة الله وحكمة الله، وحيث أن ابن الله هو الحكمة وابن الحكمة، فإننا إذ نأخذ روح الحكمة نقتني الابن، وبه نصير حكماء، لأنه هكذا هو مكتوب في المزمور 145: الرب يحل المأسورين، الرب يحكم العميان. وحينما يعطى لنا الروح القدس كما قال المخلص: اقبلوا الروح القدس، فإن الله يكون فينا، لأنه هكذا كتب يوحنا: إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه قد أعطانا من روحه. وحينما يكون الله فينا يكون الابن أيضا فينا، لأن الابن نفسه قال: الآب وأنا نأتي ونصنع عنده منزلا. وأيضا
حيث أن الابن هو الحياة، لأنه يقول أنا هو الحياة، يقال عنا إنه يتم إحياؤنا بالروح، لأنه يقول الذي أقام المسيح من بين الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. وحينما يتم إحياؤنا بالروح فالمسيح نفسه يحيا فينا، لأن الرسول يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وأيضا قال الابن إن الأعمال التي كان يعملها هو كان الآب يعملها، لأنه يقول الآب الحال في هو يعمل أعماله، صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني بسبب الأعمال عينها. وهكذا أيضا قال بولس إن الأعمال التي كان يعملها بقوة الروح كانت هي أعمال المسيح، لأني لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لإطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة الروح القدس. وإذن حيث أنه توجد مثل هذه المماثلة وهذه الوحدة في الثالوث القدوس، فمن يمكنه أن يفصل الابن عن الآب، أو يفصل الروح عن الابن أو عن الآب نفسه؟ البابا أثناسيوس الرسولي أرسل رسالته الأولى إلى القديس سرابيون أسقف تمويس عن الروح القدس، وبيتكلم في هذه الرسالة عن علاقة الآب بالابن بالروح القدس، فيقول حيث أنه توجد مثل هذه المماثلة وهذه الوحدة في الثالوث القدوس، فمن يمكنه أن يفصل الابن عن الآب، أو يفصل الروح عن الابن أو عن الآب نفسه؟ ومن تصل به الجرأة فيقول أن الابن من جوهر غريب عن الآب، أو أن الروح غريب عن الابن، فإن كان أحد أيضا يسأل ويبحث قائلا كيف حينما يوجد الروح فينا يقال إن الابن فينا، وحينما يكون الابن فينا فكيف يقال إن الآب فينا؟ فعلى هذا اللي بيسأل يعني أن يفصل أولا الشعاع عن النور، أو يفصل الحكمة عن الحكيم، أو فليخبرنا كيف تكون هذه الأمور. فإن كان لا يمكن إتمام هذا، لكان بالأولى من عدم التقوى أن يوجه هؤلاء مثل هذه الأسئلة عن الله، لأن التقليد لا يعلن لنا اللاهوت بإيضاحات كلامية بل بالإيمان، واستخدام العقل يلزم أن يكون بروح التقوى والوقار، لأن الرسول بولس قد أذاع إنجيل صليب المخلص كما قال، لا بكلام الحكمة بل ببرهان الروح والقوة. ده كلام البابا أثناسيوس الرسولي. كثيرا ما حذر القديس أثناسيوس الرسولي من طريقة الحوار والملاججة في شؤون اللاهوت. مقالته الثانية
ضد الأريوسيين يقول إن هؤلاء الذين يناظرون ويتباحثون في أين يكون الله وكيف يكون الله وبأي طبيعة يقوم الآب، مثل هذه التساؤلات تعتبر لا دينية ولن تزيد الإنسان إلا جهالة فيما يختص بالله. كذلك فإنه يخرج على القانون من يجازف في فحص كيفية ولادة ابن الله. القديس غريغوريوس الثيولوغوس يقول: لا تنشغل في تأملك في كيفية ميلاد الابن من الآب، لأن هذا ليس أمراً في جانب الأمان. فتكريم هذه الحقائق التعليمية ينبغي أن يكون في صمت، لأنه أمر عظيم وفائق أن تدرك الحقيقة والكيفية. فنحن لا نعرف إن كانت الملائكة نفسها تدرك هذا، فكم بالأقل نحن. والقديس باسيليوس الكبير له عظة عنوانها ضد الذين يقولون بافتراء إننا نعبد ثلاثة آلهة. بيقول: لا تجري وراء فحص غير المفحوص، فأنت لن تبلغ كشفه. فإذا لم ترعوي واخترت العناء، فسوف يسخر الناس منك أو بالحري يبكون على جسارتك. آمن فقط بالمكتوب ولا تجري وراء ما لم يكتب لك.